السيد الرئيس النهارده في اجتماع او في كلمته الحقيقه تطرق بالشكر لعدد من المؤسسات في الدوله، مؤسسات كتير جدا، القوات المسلحه والشرطه المدنيه، وزاره الماليه، البنك المركزي، الحكومه طبعا بشكل كامل. وايضا الرئيس جاء على ذكر الاعلام، لان الاعلام هو وسيله لنوصل لحضراتكم المعلومات الصحيحه، الارشادات الطبيه، نكون حلقه وصل نقدر ان احنا نساعد في ما يحدث في مصر حاليا وما يحدث في العالم. فالحقيقه ده شيء الحقيقه احنا كاعلاميين الحقيقه بيسعدنا ان يكون في الحقيقه شكل من اشكال التقدير للدور او لمحاوله ان احنا نكون امناء في ايصال المعلومه لحضراتكم. تعالوا نسمع كده ما ذكره السيد الرئيس بخصوص الاعلام وطريقه تعاطي الاعلام مع الازمه الحاليه. الاعلام مزيد من التوعية ومزيد من الاشتباك مع المسألة ومزيد من نشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن هذا الموضوع، عشان نشكل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس. الإعلام قام بدور عظيم جدا في توضيح الصورة ودحض الشائعات اللي بتطلع، أو سواء كان بقصد أو بدون قصد، عشان ندي الصورة الحقيقية للمواطن المصري ويبقى على اتصال وعلى معرفة حقيقية بالتطورات اللي بتتم فيها. فكل التحية أيضا لهذه المؤسسات وهذه الأجهزة، وبقول الأمر لسه ما انتهاش.